السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم في الله محمد بن، كيف حالكم؟ عسى تكونوا بخير جميعا. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وليوفقنا وإياكم لبلوغ ليلة القدر، وارزقنا وإياكم الثواب في الدنيا والآخرة. أما بعد، الليلة سنتحدث عن غزوة خيبر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من مكة ما لبث شهرا حتى قال للصحابة رضي الله عنهم: اذهبوا بنا إلى 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 خيبر. وخيبر هم اليهود الذين حرضوا المشركين وجمعوا الأحزاب حول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والتي تحدثنا عنها في غزوة الخندق، حيث أن خيبر كانوا محصنين وكان عندهم 8 حصون. فعندما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حاصرهم حصارا، ثم خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا وقتل كثير منهم، وفي نهاية الأمر استسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصالحة، ووافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وصارت للنبي صلى الله عليه وسلم. واغتنموا كثيرا من القنائم في خيبر، حيث أن خيبر كانوا هم أقنى اليهود في المدينة آنذاك، وقنموا كثيرا، ومن القنائم قنموا جزءا من التوراة. فعندما قنموه طلب اليهود من المسلمين أن يردوا إليهم الأوراق الذين قنموها في غزوة خيبر، فردوها المسلمين. وعندما بلغت السنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 600,000 6,600 رجل ذاهبين إلى مكة لأداء العمرة، حيث أننا في دروس التي تحدثنا عنها في صلح الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عن مكة ويأتيها في العام القادم الذي هو العام 7 من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء إلى مكة واعتمر صلى الله عليه وسلم، وأظهروا للمشركين قوة الصحابة رضي الله عنه، حيث قال الله سبحانه وتعالى: قد صدق الله رسوله الرؤيا لتدخلن المسجد إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى قد صدق الرؤية التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي رأى في المنام أنه معتمر بيت الله سبحانه وتعالى. فأظهروا القوة للمشركين، حيث أن المشركين ارتعبوا من رسول الله من الصحابة ومن شدتهم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم عاد بعد العمرة التي أداها إلى مكة إلى المدينة. وفي نهاية الحلقة سأنبهكم على أهمية ليلة القدر، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من 1,000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي هذه الليلة، فهي ليلة في العشر الأواخر من رمضان، فيجب علينا الإكثار من العبادة والإكثار من الصلاة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والاعتكاف. وفي هذه العشر الأواخر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان يعتكف هو الصحابة رضي الله عنه. ويكثر من الدعاء، حيث أن في هذه الليلة، أن الإنسان إذا قام في هذه الليلة أنه يرزقه الله سبحانه وتعالى خير من 1,000 شهر، أي عندما حسبها العلماء 84 سنة من العبادة، كأن الإنسان عبد الله سبحانه وتعالى
84 سنة وقيل 80 سنة. فهذه الليلة نحرص على القيام في ليلة العشر الأواخر ونكثر من عبادة الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله لنا ولكم القبول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر وأن يكتبها لنا ولجميع المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على أفضل الصلاة والتسليم محمد بن عبد الله، ونكثر من الصلاة والسلام على حبيب القلوب محمد بن عبد الله. وآخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.